سوريا أكبر من كل الناس وسوريا أكبر من كل الأشخاص، ومهما كبر اسمك صغير قدام الوطن متاعك. هذه التحية كبيرة نحكي على الفيلم. نعرفش فما الشخصية متاع المغرور اللي داخل كان بالهلال وكوموندي معناتها شنو بالهلال وعلى الاخر، ومن بعد كي تحصدوا كلهم في نفس البلاصه طاحوا ربطوه وبداوا يضربوا فيه. تعرف اللي بالحق الغرور اللي نشوفه فيه اليوم ماهوش معناتها سي با سا فوت، معناتها اليوم المغرور برسمي مش الخطا نتاعو، برسمي المجتمع كي تبدا عندك مال وجاه وبوفوار، كيفاش نقول بوفوار تفهموني بالسوريجان نفوذ وكل شيء، العباد الكل تقفف لك والعباد الكل معناتها تتقرب لك والعباد الكل كومون دي تو كاريس دون سونس دو بوال، معناتها كل شيء. من بعد كي تيح بك الدنيا كي تعرف النص اللي قالوا مكتوب بطريقه جميله جدا كيفاش اي، وتحية ليك يا فنانة يا قمة السخرية. نكمل معاك. الوالدة متاع الخاطف مشكلتها البطاقة. البطاقة مشكلتها البطاقة اكزاكتومون. معناتها في هذيك انا نضحك ونبكي في فرد وقت. وهو اصلا مشهد مضحك ولكن مبكي. اي يعني قمه السوء، يعني في قمه المشهد وتعامل الامن معاه وغيره. معناتها كنت تشوف اصله معناتها هو المشكل بيدو هذا نتاع الغرور مش انت، معناتها الوضعيه حطتك كونك. نحكيو معك كبطل توا، خاطف ويخاف من المسدس. خاطف ناس ولكنه يخاف من استعمال المسدس. يعني هو وقع بالظرف تماما مثل الشخص اللي جاي عامل سيطرة تماما. هو وقع بموقف ما في شر مطلق بالحياة ولا في خير مطلق. اكزاكتومون هذا هو الانسان، هو ابن ظروفه، الظروف المحيطة. يعني شخص بتلاقيه خلق مثلا بسويسرا تربية جيدة، اهتمام، دراسة، ثقافة، صار له اسم وصار له وضع. نفسه خديب مكان ثاني بقعة من هذا الكوكب، ما في هي المواصفات، ممكن يطلع شخص سيء، ممكن يطلع شخص شرير يعني. فهدول الأشخاص هن أشخاص وقعوا بهذا الظرف اللي احنا عايشين فيه أو عشنا بحالة من حالاته. حبيت أنا بطريقة أقرب، ما بدي أقول كوميديا لأنه هو فيلم غير كوميدي. هو ميكس بين الكوميديا تراجيك كوميدي، الفارس فارس بلحظة من اللحظات. في مجموعة مدارس اعتمدت عليها الطريقة الإخراجية للوصول للناس، لأقرب طريقة للوصول للناس حتى الناس يشوفوه ببسمة، ما يشوفوه إنه في مشكلة وفي مصيبة. تعالوا نشوف، نحن نبعد عن الهم. عموما نحن كلنا مرقنا بعشر سنوات عجاف صعبين، كلها ألم وكلها دم وكلها مشاكل وإضرابات وحروب. نحن بدنا بسمة، فحتى الألم هذا حاولت أنا أوصله بابتسامة. إن شاء الله يوصل أو توصل الابتسامة للجمهور التونسي وللجمهور العربي. وصلت